مرت المغنية العالمية شينيد أوكونر بمنحنيات قاسية ومؤلمة في حياتها. بعد عناء طويل وجدت راحتها في شيء واحد فقط، فاجأ جمهورها. ولدت شينيد في أيرلندا عام 1966 وعاشت طفولة صعبة ومشوهة. بدأت بانفصال والدها وهي في سن صغيرة، وزاد الأمر مأساوية سوء معاملة والدتها لها وإرسالها إلى إحدى المدارس التهذيبية بعد انحراف سلوكها وضبطها بالسرقة أكثر من مرة. بدأت شينيد مسيرتها الموسيقية بالغناء والعزف في الشوارع والحانات، وبعد أن اكتشف موهبتها أحد الموسيقيين دخلت إلى الغناء بشكل احترافي، ووصلت إلى قمة المجد والشهرة بفضل موهبتها وصوتها القوي. ولكن برغم ما حققته من نجاحات لم تنتهي مأساة حياتها، وظلت تعاني من بعض المشكلات النفسية التي جعلتها غريبة الأطوار في أعين جمهورها. وبرغم أنها صرحت ذات مرة بمثليتها إلا أنها تزوجت 4 مرات. لحقتها خلال زيجاتها الخيبات المتكررة، لكن كانت أقصاهم الزيجة الرابعة، إذ حرمها زوجها من حق حضانة ابنها بعد معركة قضائية شرسة. حاولت شينيد الانتحار أكثر من مرة بتناول الجرعات الزائدة من المخدرات، ومع الوقت سيطرت عليها الاضطرابات والأمراض النفسية، حتى ظهرت تبكي بحرقة في مقطع فيديو بثته على صفحتها لتعبر عن قسوة ما تشعر به وتشكو وحدتها وفقدانها للحب، كما قالت إنها تشعر بالشفقة والحزن على نفسها واتهمت أهلها بالتقصير في حقها. أثار الفيديو وقتها ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وزادت ضجة أكثر بعد اختفاء شينيد عن الأعين لمدة طويلة. تعمقت المغنية العالمية خلال تلك الفترة في قراءة الأديان السماوية، وذهبت مع نفسها في رحلة فكرية وروحية، وما أن حسمت قرارها حتى فاجأت جمهورها باعتناق الدين الإسلامي وارتداء الحجاب، وقالت إنها وجدت فيهما السكينة والطمأنينة التي افتقدتها في حياتها، كما غيرت اسمها من شينيد أوكونر إلى شهادة. ومؤخرا ظهرت لأول مرة بحجابها وغنت على المسرح، كما تحدثت عن الراحة النفسية التي تشعر بها بعد دخولها الإسلام. شاركنا برأيك، هل الظروف المحيطة بشينيد ممكن أن تدفعها إلى التراجع عن إسلامها؟